أعلن دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أن وزارة التعليم العام أن وزارة التعليم قررت تعديل نموذج الإجابة لمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة الذي أدى فيها الطلاب الامتحان الأحد الماضي. قال حجازي إن التعديل جاء وفقا لتوصيات اللجنة الفنية لوضع الامتحانات حرصا على مصلحة الطلاب.